اهلا اهلا، ونرجع من جديد. والحين بنكمل مشوارنا مع محطة الباصات والأزمة الاقتصادية اللي عندنا. والله أزمة اقتصادية مش طبيعية أنا سويت الصراحة، وعايش منها ما أعرف كيف عايش فيها الصراحة، بس يعني بس ما عليه. ياسين، نحاول نعدل مشكلة الأزمة الاقتصادية. اكسبورت بير ثاوزند، هذا اكسبورت بير تن 6000 دولارز، يعني هذا بيسوي لنا شوي، بس هذا بيحتاج توسعة الصراحة. أنا مش مقتنع إنه ممكن يسوي أي شيء بدون توسعة، بس عندنا أزمة اقتصادية، والأزمة الاقتصادية تجبرنا إن نحن نكون محترمين شوية، لأن نقدر نعدل موضوع الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها. والأزمة الأولى إن نحن ما عندنا سكان كفاية الصراحة. خلنا نقرأ أكثر عن المدينة السكنية هاي. لكم شخص تقدر تشل؟ يعني هاي 120,000. اوكي، available 7 massive population more workers. اوكي، فاهمين كل هذا. زاد يزيدنا كم نفر؟ هل هو حكيم انه يسير بالاتجاه هذا ولا مش حكيم؟ الإضافة تكلفته عالية، يعني تكلفته مش بسيطة أبدا أبدا، مش بسيطة تكلفته. زين، خلنا نشوف هذا. هذا عنده شيل 20 طن، هذا يشيل شو اسمه، هذا بوسع هذا خلاص 200 طن وشي طن 2 طن، خليه ينتج أكثر من اللي يستهلك يعني. ولا خلينا ننتج يوميا اكثر من 10، يعني على الاقل كل يوم 6000 يدخلنا. لو سمحت ممكن بس لفت كليك، شكرا. بس يشتغل هذا بيزيد انتاجه، يوظف ناس. ها 7000 محافظ، حلو. في سيارات رايحة رادة عليه، ممتاز ممتاز. هذا مأدي الاغراض اللي هو له عليه، ولا اللي مأدي الشغلة اللي عليه. الحين بدينا، شو عندنا مشاكل هنا؟ ممكن نوسع اور ولا كول. نحنا حطينا كول ماين طبعا فوق. شو بالضبط حطينا؟ كول ماين فوق الكول صح؟ هي كول ماب. ما عندنا اور اصلا، انا الحين عندنا اور. عندنا اور تحت التلت. اوه، عندنا مكان اور كله. انا جبت العيد في صح، اتذكرت كنت جاي بالعيد، حطيت عشوائي، بس ما بنحطي اصلا اكثر من هذا لانه راح يكون مخاطرات كبيرة الصراحة. زين، نقدر نحط بروسيسور فاكتوري، بس بروسيسور فاكتوري يحتاج اشياء اساس انه يشتغل، ما بيشتغل بروحه. يعني مجرد اني انا اجيبه واتمنى انه يشتغل ما راح ينفع الوضع، بيحتاج استيراد شوي امور. يعني مش بس بياخذ 160,000، بياخذ مبلغ كبير، ونحن اصلا شي قروض وايد علينا اصلا. فاللي نحاول نسوي نطور البيوت هاي. التعليم بنسويه، انا اعتقد اني بسوي اليوتيليتيز. الحين سوينا ترانسبورتيشن، نحن اول مره يبانا ستريت كارز. انا ابغى اسوي ستريت كارز، بس احس يكون صعب شوي حاليا. ممكن نحط السفينه، عندنا بحر نقدر نحط السفينه، طيارة، وايد امور. بس انا استهلكت معظم المساحة لهالسبب، بديت احط ابراج. الابراج بتوفر علي وايد معنا فعلا، الابراج وايد معنا. والباصات الحين مسوية شغل، يعني رايس بير داي عندنا مثلا. خلنا نشوفه هو يشل. ما في حد قاعد يتريا، ما في وايدين قاعد يتريون. ما له داعي نزيد وساط، ولا ممكن نزيد باص واحد من باب الاحتياط. توفير المواصلات مهم، بيجون ناس، بيجون هذا، بيجون. ايه حبيبي انت، يا حبيبي انت، عندنا مشاكل. نحن عندنا مشاكل. بنمدد يعني بنمدد وند
امبليفاير. هذا وين ممكن نحط الامبليفاير اصلا؟ نحطيه فوقه. زين، اذا محتاجين كهرباء معناه قاعد يتطورون، اللي هو شيء ممتاز. احتياج الكهرباء نحن محتاجين الحين، الناس اللي محتاج الكهرباء. زين، ها معناه قاعدين ندخل في مرحلة نحن الناس قاعد تبني، والناس تبني، مدخول يزيد، كل شيء يزيد، بس معناه الكهرباء ما عاد تزيد والامور ما تشتغل كلها صح. انا هناك خط خرطة، ندمت الصراحة، ندمت شوية، مش وايد، شوية ندمت، لان الحين السيتي باور عندي. اوكي قاعدين، بس بحط الامبليفاير. الامبليفاير شي لازم احطيه، العمارة هاي بتستهلك وايد كهرباء، كنت متوقع انها تستهلك وايد كهرباء. توتال بروفيت توداي 8000 وشي، توتال بروفيت يسترداي، الاكسبنسز ماله جالس يطلع فلوس صراحة، يطلع فلوس هي، واللي هو شي ممتاز. نحن محتاجين المشروع يطلع فلوس، لا فيها وايد صبر. كنت سويتها بالطريقة التقليدية كان ممكن مين اللي اسمه اللي قاعدين الحين، المدخول اللي قاعدين الحين. انا اقول لكم شو بسوي، انا بسوي انسان، ما بحط بروسيسر بلانت الحين، ترى الصبر، صبرك علي. حطيت الديبو الثاني. زين، يجيب لنا كول. اوكي، او صبر 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 صبر، ليش ازيد التكلفة؟ لحظة، اعرف ان توي بنيته، اعرف، اي نو، بس ببنده انا، ليش هدمتهم؟ اخ ما عليه، المفروض ما هدمهم، سوري. مني على الفحم، لا هذا ولا هذا، يوز لوكالي، اللي ننتجه خله هناك، وبنسير على الباور. حط كول باور بلانت، الحين بتينا فلوس، مو مشكلة فلوس، مو مشكلة، بتينا فلوس. ها قاعد يطلع بروفيت، الكازينو قاعد يطلع بروفيت، كل حد يطلع بروفيت، يستحقون بعض الكهرباء. وبحط مصنع كهرباء هني، بنحطي، لا مش هذا، مش هذا، بنحطي هذا، سوي له ابجريد، مو مشكلة. بحط الكهرباء مالي فحم، لانه بيستوي عندي فحم الحين، هذا قاعد ينتج. نيد ووتر، انا تاني نسيت موضوع الماي تماما، ممكن نسيت موضوع الماء تماما ناسي موضوع الماء، سحب الماء. يعني هذا الحين لو ما يبيع وابني ماء، انا في ورطة كبيرة، انا في ورطة كبرى. يعني هذا لازم يبيع، وسيدي احط الماء قبل لا يصرف الفلوس. بيع، اول ما يستوي عندي فلوس حطي مي، اذا ما عندنا مي مصيبة. اها مبند، ما عنده مي شوي، هذا بيبند. بيستوي انهيار اقتصادي اذا ما اعرف ارفع التاكسس، انا اسف، ما ارفع التاكسس تري، بس خليهم يشتغلون شوي. ما عندك مي بعده؟ اعرف تاكسس اراي، دونت لوك ات مي. زين، بعدها ما عنده مي، ها مي موجود، تاج بومبنج ستيشن ثاني، خلنا نزيد المي شوي، دور مكان ما في تلوث. كان غير متلوث ماي، الماي بالزيادة جدا، لازم يشتغل الحين. اوكي،
ده هذا مبند، هذا مبند. كهرباء متوفرة، كهرباء على شفا حفرة. المفروض 24 طن في اليوم. هذا كم يستهلك في اليوم؟ 4.3 طن per day. يعني المفروض ما يكون عندي أي مشكلة أصلا حاليا. يعني من يوصل هني أول دفعة، خلاص أول دفعة تدخل هني، نحط مصنع الكهرباء وأنا مغمض. بس لازم أنزل التاكس الحين، الناس بتبدأ تطلع. يو يا محطة الكهرباء، الكهرباء مش قوية، ترى الكهرباء مش قوية. لونها الحين اوكي شغالة، بس شوفوا مش قوية. الحين عندنا هنا احنا هني فحم، عندنا فحم، مشكلة. كول باور بلانت، كول باور بلانت نحطه هني عشان نقدر نمتد. حطيت هني مو بالممتد، امتدت كافي. الجماعة زعلوا، ما عليه، بس بيرضون، بس يستوي كهرباء ثابتة، كل شيء بيشتغل مثل عالم الناس. شوف الحين زعلانين، not enough simoleons. هني الوهق الحين ويقول لي بيع، لا ما قال لي بيع، بس الحمد لله، بس ممتاز. كهرباء، كهرباء، معنى الناس تمتد، معنى الناس عندها، معنى الناس كذا. شو تبغى ريسيرش؟ ما فرزني من الجو الجو ماله ريسيرش بعد. هذا يسوي شو اسمه، ريسيرش ان بروجرس، بقى مطول الريسيرش ماله. انت ليش احس الكهرباء عندك ها نص نص؟ عندنا كهرباء ترى، عندنا كهرباء، ممكن تمتدون. عندنا ماي، والماي نظيف، الماي مش وسخ، ممكن الناس تتطور. يعني مش غلط، يعني انا قاعد احاول لكم اخليكم تتطورون. عندنا مواصلات، عندنا التعليم، حطي لها مكتبة، المفروض نحطي لها مكتبة الصراحة، مكتبة عامة، خلي الناس تثقف وهي تلعب قمر. يعني قريب ثقفوا، هذا حلو، هذا وفرنا طاقة الحينة، الطاقة بتكون متوفرة بشكل كبير. اوكي، ولحظة، هاي ما عندهم تعليم، الطاقة بتكون متوفرة، تعليم شبه متوفر، متأكد في ناس وايد مش بتعلمة. لا والله ممتاز، ممتاز. بعد ما وسعنا الصفوف كل شيء ممتاز، ثابت حاليا، ناس مستانسة، اقتصاد ثابت. دشينا في مرحلة الحين لازم ننزل التاكس. اوه بوك، هاي تنزيلة التاكس تعبر البطن، تنزيلة هاي تسوي مشاكل. هذا شو هاي ويلث؟ اوكي، ناس بدأت تبطر، ناس بدأت تي، ناس بتبدأ تتطور الحين. شو بسوي؟ ابا خلنا نطور الشوارع شوي، على اساس يتطورون شوي، يكون على شوارع زينة. شوارع زين تخليهم يتطورون، شوارع زين تخليهم يستانسون، مثل هايل الحين متطورين، واصلين لمرحلة حلوة. الحديقة هاي شغالة، بس احسها مش شغالة. شو سالفتها؟ احسها شغل نصب. الحديقة نصابة، في سكان، في هذا، في هوملس، يا ساتر، الناس ما عندها بيوت ترقد. بس في عندنا احنا هومز، بس الناس ما قاعد تسكن. لا تقولون ما عندنا هومز، عندنا هومز، بس ببني بعد بناية، بكبر البناية، محتاجين
نحن وايد عمال عشان يتطور المكان، الأماكن التجارية عندنا. عندنا هذا 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 كلوز، بس من نبدأ نحط البروسيسور بلانت. البروسيسور بلانت اين انت؟ هذا سوري. زين من نبدأ نحط، من نحطي هذا، هذا بيطلع لنا فلوس حلوة. هذا شوي مدخول ثابت اكثر لانه صناعة اكثر من البترول. البترول يعني ممكن يخلص، يخلص البترول. وبعدين عندنا كول فول هنا. كلوزد صديقي لا تسكر، بعدك شغال على هذا على الاقل. تونز اوكي، شكلنا بنشغل هذا خلاص. اوكي بنحطيه كول، بنحطيه فرايت وبنشغله ومنج، واللي الفحم اللي هني اكسبورت خلاص. هذا بيكون فايض من هناك، هذا فايض ذاك، الفايض هذا نبغى نبيعه، ما نبغى نخلي عنا فايض وايد على اساس انه ما نتوهك في الفايض. بعد عندي مشكلة عمالة، أظن مشكلة العمالة هاي مصيبة، راح أدمن نص المصانع. هذا بعده اوكي، خلص الريسيرش ماله، بعد اسوي ريسيرش. اوكي في ناس قامت تتطور عنا المرة شوي. اعرف انه ما عندي، بس ما في مكان اسوي فيه زون يا صديقي، ما في ما في، قدر شعوري يعني. الأماكن خلصت، الأماكن اقتصادي وايد بعد، ما حسبته بالضبط، والناس ما رحمتني يعني. إذا سكرنا هاي مشكلة التاكس هذا بيكسر ظهر إذا نزلنا، والناس أبدا ما تستانس على التاكس. لو قلت هم اللي زعلانين، وانتو مش كرايم. اوكي شكله يوم نزل الفلوس شوي طلعوا موظفين وهذا، واستوت لنا ازمة بعد عالمية ثانية. الحين في حد طلع من البيت، هذا لو لاند فاليو، قيمة الارض مش عيبة اللي عنده. بعد هذا كله مش عيبة قيمة الارض، خلنا نزيد قيمة الاراضي. يلا شوف الهاي والثايل النهاية معاهم هني حلوين، ناس يبنون عماير، بس في بعضهم بقريد رود. اوكي هذا يبا بقريد للرود، اقول هاي دنسيتي مرة واحدة، ريد هاي دنسيتي ستريت، خلنا نسوي بقريد حق الشوارع اللي عندهم. الناس تبى تطلع فوق بس الشوارع مش مساعدتنها، ف بنزيد الشوارع شوي. هل كانوا ساكنين في سيارات لو تحيدون؟ كانوا في الباركن و... هذا مش موصل في بعض يا الفضايح اللي تطلع طالع قريب فضايح. مش مشكلة الحين بسوي له بقريت كله شي فلوس. الاقتصاد بدأ يستوي ثابت، الناس بدأت تتي، بنبدأ ننزل التاكسس عليهم ضرائب. ان شاء الله ما يدخل احمر، دخل احمر مو مشكلة، نحن في الاحمر من زمان، بس الحين خلينا ننزل التاكسس 9% اساس نجذب الناس. الناس ما تبغى تي في ضرائب عالية اصلا. ما كان لازم الابجريد الثاني، هاي شارع رئيسي في زحمة هنا، في زحمة، تخلص من الزحمة بس شوي. الشوارع الرئيسية وايد يفرق الابجريد مالها، بس اذا سويت كل شيء ابجريد، طورت كل شيء مرة واحدة
يعني المشكلة ثانية، كل حد بيطور مرة واحدة السكان بينزل عددهم، الاقتصاد ينزل على طول مرة واحدة، والاقتصاد اصلا ما كان عندنا ثابت من فترة، الحينة نحاول نرفع الاقتصاد. 1% 1% بعده اوكي بعده، لان شوف عدلت وايد شوارع، طورت وايد شوارع، فوايد ناس بدأت تطور، وايد ناس بدأت تطور، فهذا شوي ضرب الاقتصاد بشكل سريع. يعني هني في شيء ينباع، في فحم ينباع، هني فرايت اوكي بدأ ينزل شوي، بس انا على اساس هذا ما يوقف. نو هيرنج ما عندي فلوس، اللي بسويه بحط هني سيارة أساسيب السامان من عندهم، هذه لوحة بعد إذا ما تعرفون مكانه الحين عرفوا، هذا كله يضيف تكلفة على فكرة، بس ما في مشاكل، بس ما في مشاكل أساس يبدأ يفضي هذا، هذا يشتغل، يعني هذا مو بشغل، نبند نسوي لنا أزمة في حياتنا. اوكي الناس بدأت تي المدينة، الباصات شغالة الصراحة، الباصات شغالة جدا جدا، شغالين شغالين الحين، بس ابغى الناس ما تشرد انا، ممكن احمر، خلنا نشوف، ما بيتحمل الاقتصاد، بيقول لي ارفع الضرائب مرة ثانية، متأكد من عدد الناس زاد، بعدها قاعد يزيد على فكرة، مدخول الناس بيزيد ما بينقص، قلت لكم بيقول يزيد الضرايب، في مشكلة ياس تزيد على لو ولث مساكين، وهي الأقل ناس مدخول عندنا، بروحهم يدورون المدخول، نقوم نزيد عليهم الضرايب، هاي معاناة ثانية. المشكلة الثانية أنا عندي هذا كلوز لأنه فول ستورج، زين فول ستورج يا أخي ما يخصه، شل عقه هناك، انا عندي واحد ثاني هذا كول، ها طالب منا انا يا اخي، ذبحنا الناس ضرايب، ترى ذبحنا الناس بالضرايب، بس ذبحنا الناس بالضرايب، ذبحناهم خلاص، خلونا شو اسمه نرحمهم شوي، ما عليه تحملوا هذا شوي، تحملوا هذا اللي يصبر المدينة على السكان، ادري فاتح عنا ستي هول، هاي ما بسوي لها بقريد الحين، احنا بحل مشكلة الضرائب اللي مش طايعة تنزل، دشت في الاحمر، دشت في الاحمر شوي اوكي، على الف على الف اظني مو مشكلة، من الانتاج شغالة، السكان قاعد يجون، عندنا نقص سكان مش طبيعي، يعني نقص السكان اللي عندنا خرافي صراحة، جدا خرافي، وهذا مو شغال مثل عالم الناس يستهبل، ما قاعد يجيب فحم من هذا، هذا مبند يقول والله فول ستورج، زين مانج فحم اكسبورت يا ولد، ها بيع اللي عندك، خلنا نشغل هذا، يمكن سيارة واحدة هي اللي مسوية لازم، بحط سيارة ثانية بس 10,000 بيعورون، اوكي بس لا تبيع الفحم يزلو كلي، اوكي بس انت تحرك الحين، بحرك المصنع، المصنع تحركه جدا بطيء مستوي، لا يتحرك الحماية بيتحرك، لو احنا قاعدين نبيع امورنا طيب، بيتحرك، عندنا نقص ماي
لا بس الاحتياط واجب. آخر مرة انقرصت من هناي بيب العيد، ايش كنت بيب؟ يبن العيد خلصنا، يبن العيد وخلصنا، مش كنت بيب العيد. يوه ايش الشغلة هاي، ايش الشغلة؟ بنرتاح بس اني بشوية هذا. انا بهذا يفهم، قاهرني قاهرني. ممكن تبيع؟ باع، اوكي ممتاز. هن كله رايح في الماينس، بس مدخول البترول كله في الماينس ضارب. لا 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 لا، مش وقتك ابدا. ما بنحط المدرسة الحين، انا بنكبر العمارة نحن. هذا الشغل الشاغل، نحن نبغى نكبر العمارة حاليا. الحين اظن لو ابني هني بيوت بينهم اكتئاب نفسي. ما نبني هني، بنبني هني بيوت يا ابوي. ما فينا على اكتئابهم النفسي هاي، كان نفسي عندهم بيزم بالاشياء. المجاري مرة واحدة ايش ياه ين مجاري مرة واحدة، ما ادري ايش ياه، قام يتخبل، ما ادري ايش ياهم مرة واحدة، شر عليهم. يروحون ياكلون وايد، ما عندكم فلوس اخر شي تاكلون وايد، ليش تسوون لنا الحين مشاكل؟ زين الحين لازم نكبر العمارة، حصلنا الطريقة. اللي صار لي لسه اقول بكبر العمارة ولا اكبرها؟ لا تضخيم العمارة، اوكي. قاعدين هني، قاعدين هني، قاعد ينتج واللي هو شيء ممتاز، من قاعد يودي هني. وان شاء الله ما ياخذ الجسم كله ويصدر ويوهقنا، هذا اهم شيء. ما نتوهق نحن. زين 15500، فلوسي خلصت عليها. 15500 تصدير 20 من 20 working. اوكي حلو، دام working مفروض يجيب من هذا لهذا الحين، مفروض. اتمنى اتمنى انه يجيب، على امل، على امل هاي تجيب العيد، على امل. لان الحين محتاجين نحن الناس تسكن، الناس قامت تتطور، بس شكل العمارة شر لو بد منها. اخر شيء شي بس العمارة اللي بتمشي الأمور شكلها. بس عندنا المدخول يعني الصراحة تعبان، صراحة الصراحة مدخولي تعبان حاليا يعني. ف شكلي بسوي مال البروسيسورات، أبرك لي بستورد حديد، سوي بروسيسور وبيع البروسيسور. خليه يرتاح شوي الانكم، من يرتاح ونبيع بناخذ قروض ثانية. اتشاور الحين احكم، لا ببني مصنع البروسيسورات، ببني مصنع البروسيسورات خلاص، ما في حل الا ببني مصنع البروسيسورات. ما عندي ناس، ما عندي ناس، ما عندنا ناس، هاي مصيبة ثانية. ما عندنا ناس، أهم شي انت ما تتعب بعد تم تنتج. البترول قام ينزل، وهاي مصيبة ثانية. لاند فاليو كل شي عندهم، تعليم عندهم، خلنا نشوف التعليم شو وضعه. كريستوكس شكله تمرفع عليهم الضرائب للأبد، لين هذا عندنا احتياج عمال. فخطط اني انا اسوي البروسيسور اول صعب، بس بتمنى هاي اللي يكفوني اني اقدر اسوي المصنع هذا. هذا هني العدد موجود، ميجا تاور، اوكي يشيل 1200 ماكس اوت. ها وي وونت بارك اور مول،
انه ما يبون شو اسمه، يبون بارك ولا مول؟ طلع ارخص ما انا متخيل. ابارتمنت بنحط لهم مول، اوكي بنحط لها ابارتمنت العادي لولث، لا نحط لهم مول. من يخلص المول بنحط لهم اللي هو ناس، المحلات اللي تحت شكلها ما تكفيهم. بنكبر العمارة الحين، خلنا نشوف طلعنا بلس، طلعنا بلس ردينا ماينس. يا فرحة ما تمت. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، بنصبر عليهم شوي. هاي الشكلة مو منهم فايدة، ما بيتطورون بسرعة اللي انا اتخيلها. مش انه منهم فايدة، ناقصنهم شوي شغلات صراحة. مثلا اظني تعليم، هي التعليم بدأ ينقص ومحتاجين ثانوية عامة شوي. هذا خلص، بنزيده ناخذ قرض. البنك هذا رايح رد علي انا. نحط لهم ابارتمنت ستارت كونستراكشن، في سيرفيس في شغلات ثانية نضيفها، بس 1200 واحد وايد اوكي، وايد اوكي وايد اوكي. 1200 واحد ممتاز. الكهرباء كيف وضعها؟ الماي هاي بلاهم يتشكون من شو شكل المستشفى، مو مكفي. لا مكفي السكنس، شكله هذا يباله جراج، وشكله بكسر الشارع اللي وراه جراج. اوكي خليه بالناس المستشفى، اسعاف اسعاف اسعاف، خليه بالناس المستشفى كلهم استانسوا، مستانسين على الاخر. عندنا مشاكل مع المطافي اللي هو لحظة، هذا ما يتعبى تريتمنت كبس 13، هذا ما عندي مكان اكبره فيه الصراحة، انا اسف، بس خليه بالناس المرضى. حاط لكم اسعاف، ما ببند هذا لانه سيارة مطافي، سيارة مطافي هني ما بتخرب على حد. اوكي والارم وتزويد خفيف وعلم بعد، خلهم يسنسون. عندنا مشاكل شرطة؟ لا ما عندنا مشاكل شرطة للحين الحمد لله. بعد بنزيد، بعد انا بنزيد ناس. ستارت كونستراكشن كم يبالي يخلص هذا؟ خلنا نحسب له. بعد بنبني فوقه الحين، نبغى نص بعد بنبني فوقه، بعد انا بنبني، بس بنبني ميديوم ولث، بنبني فوقه بعد شكلنا بنسوي الثانوية العامة. الناس قامت تنقص دراسة صراحة. هاي اللي عندهم غير وايد ناس، 200 ياهل عندهم ما قاعد يدرس، اللي هو وايد الصراحة. هني تجي المشاكل الثانية، apartment start construction. هذا نحن كبرنا العمارة بشكل فظيع يعني، وبنكمل الحل خليها لبنتي شو بسوي مصنع البروسيسورات، كيف نتصرف معه، بنحصل طريقة ان شاء الله. فنكمل معكم الحلقة الجاية، بنشوف كيف يستوي الوضع ان شاء الله.